لان الحالات تقريبا دابا فاش الحادثه وقعت وحنا ما كناش عارفين تقريبا دابا بشي شهر وشي حاجه. بنعاد كان عنده واحد الكانيشه صغيره كان مربيها كما العاده مدوم معاه تقريبا شي 4 شهور ولا 5 شهور هي كاينه عنده عادي ماشي شي حاجه غراف ولا شي حاجه. واحد النهار خرجات عطوها شي كلاب ضالين عطوها شي كلاب صافي جات هو كيسحبوا شي حاجه عادي. الكلبه بقات معاه واحد 3 ايام 4 ايام بحال كذاك تسيفات هي تعضو صافي. من عضات هو بانت لي صغيره كاني فهمتي عادي جدا ما دواها ما والو. ساعه نهار قول نهار 25 بانوا الاعراض ديالها داو للسبيطار داو لشي صحابو داو لشي سبيطار ما داروا معاه والو. لغت لي نهار 26 بالنهار جل الدار هو يتلاقى معاه الوالد الاب ديالي هو يتلاقى معاه هو يدي للسبيطار داو دخلوه داروا لي واحد السيروم دوك واحد البرا في السيروم سبيطار حسن الثاني. وانا كيبان لي ما عندهمش الحق يديروا مع دوك الاجراءات بعدا كاين اللي داروا معاه داكشي اللي كيبان لي. ما نصحوا الاب ديالي ما عارفش ما نصحوا ما قالوا ليش شي حاجه باين سير هنا دير ما درش معاهم طبيب نهائيا. قال لي صافي قال لي الطاق دق لي البرا هكذا قالوا لي صافي سير الله يعاون يعني موت سير موت هذا الشيء. صافي السيد ملي وصل السيكتور بحال كذا حدا الجيران دخل واحد الدار ديال شي جيران حنا راه عائله وحده في الخيام راه شتي كلشي بعينك صافي دخل ديك الدار يمكن داك التاثير حيت هو في لاغاج ديك الساعات يعني الماء ما كيقبلوش بعدا كاين. انا قلت داك السيروم اللي داروا ليه مع فيه الماء وفيه داك الشيء فهمتي هي طلع ليه الحاله بدا الكشاكش والخنين صافي بدا بواحد الحاله هيستيريا ما عمرنا شفتها انا كما كنقولوا كنشوفها غير في الافلام ولا كنسمعوا بها ولا السيد راه كتوقف حدا راه حتى كيبغي يدير شي حاجه واحد العقل ديالو خدام ولكن الجسم ديالو راه ما محكمش فيه. العقل ديالو كيكابطي عارف انت شكون انت وكيبغي يجي بحال كذا واحد الشيء كيرجع وكيبقى يضرب في الحمو ويشد ويضرب في الارض واحد الحاله صاف. عيطنا للبوليس بصراحه الاولين جاو جات لابيلانس كيقول لك لا خص البوليس اللي تكلفوا يكتفوه لينا يديروا ما عرفت شنو هما الدور ديالهم هما ما بغوا يديروا معنا والو. مشاو صحاب لابيلانس مشاو البوليس جاو شي بوليس اخرين وهذوك البوليس الثانيين زعما خدموا معنا ما فرطوش فينا. عيطوا لنفس الاشخاص جاو حيت صدرونا في الاول قال لك عندنا واحد الحاله اخرى بديت كنشوف فيهم مشاو واحد شويه عيطوا عليهم دوك الناس الثانيين البوليس رجال الامن الثانيين هذوك زعما خدموا معنا وما يجيو جاو نفس الاشخاص بداو كيشوف كيقول لك لا غادي عطنا غادي يقمشنا غادي يدير وشنو هي خدمتك انت ملي ما غاديش تبروتيج راسك وتجي لعندنا حنايا باش دير هذه الحاله هادشي كلشي. صافي واحد الشيء قال لك واخا نشوفوه نمشي نشوفوه تسمعوه بينا رد كلمه مشاو صوروا داروا واحد الفيديو صيفطوه لشي واحد قالوا لي صافي هذاك غير جيبوه راه ما غادي يدير لكم والو زعما راه هانيه. صافي حنا اللي دخلنا الباياس حنا اللي هزيناه الناس ديال السيكتور هما اللي هزوه معنا وداك الشيء هما بقاو كيتفرجوا تركبوا في الطروبين صاقوا لحونا في السبيطار دخلنا لينعاش 5 دقائق من الامانه تامنتو الله يرحمه مسكين. هذا الشيء ديال المسؤولين هما اللي خصهم يردوا البال هذا الشيء ماشي حنايا. واش انا عايش مواطن عادي خصني نفيق لخدمتي خصني نعيش ندير وهذوك المسؤولين شنو هي الدور ديالهم شنو حنا نخدموا بلاصتهم ولا شنو نبقاو تابعين فين بيقولوا كلب سرقت له ولا دير ولا فعل. المسؤولين الدور ديالك كنتي كتخدم خدم بالنيه ديالك راه كلشي كاين ما خصنا والو الضرائب راه كنخلصوها المسائل راه كنخلصوها ديروا خدمتكم نتوما عادي جدا ماشي حتى توقع الواقعه عاد تبقاو تجروا وتقلبوا علينا وتجوا تدقوا علينا في البيبان تجيو صيفطوا لينا بحال اليوم الصحاب اللي جايين داك الشيء شحال واحد تعض شحال واحد هذا الاحصاء ديال والو لا لو كان داروا خدمته ما نوصلوش لهذ الحاله وهذا السيد ما غاديش يكون هنايا ديريكتوم المعقول. وكانوا داروا خدمته ما رد الكلا دوز دابا حدا غير حدا الدار اربعه الكلاب ناعسين تما اش كيديروا الله اعلم. انا ما كرهتش نقتلهم ولكن الله سبحانه وتعالى عرفوا كل شيء.